مرحبا يا شباب، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم بدنا نعمل جولة في مصنع المواتير للدراجات النارية في مدينة مرسين في تركيا. دعاني أحد الأصدقاء لهذا المعمل ليرى طريقة تصنيع الدراجات النارية. انظروا كيف أعداد المواتير هائلة. هنا الدراجات النارية الكهربائية، حصرا الكهربائية، ليست تبع الوقود أو الديزل أو البنزين. انظر الهياكل المواتير، طبعا هاي 3 عجلات. المواتير هذه 3 عجلات، القسم هذا 3 عجلات، والقسم الثاني تبع العجلتين. انظر هذا تبع العجلتين، هذا كيف تصنيع درجة النارية. انظر هنا هذا القالب، هنا يوضع الدراجة النارية على القالب لإنشاء صندوق. انظر انظر 3 لحام، شيء جميل ورائع. انه بتاع هنا هذا القالب، من اجل المقاسات كي لا تختلف. اذا كل ما بدي اعمل دراجة بدي اسوي مقاس تاخذ معه فترة من الزمن، لكن هنا القالب مشترك كل المقاسات. طبعا هاي الدراجة النارية نسخة واحدة، يعني نفس المقاس، يعني المقاس واحد، الطول العرض كله مقاس واحد. هذا غالب، انظر إلى الغالب المشترك. يعني تقديريا الدراجة طولها بالمتر ونص، تقديريا يعني متر، متر ونص، مترين. انظر إلى الغالب، انه غالب جمال، سعرة بسيطة، لا غيس متر ولا غيس شيء. انظر حديد، أين ما دور حديد، ولكن الخبرة والإبداع طعم المستحيل. انظر هذا كان قلب حب. الله الله، طبعا هذا قلب حب الراس، مو على الشاصي تبع الدراجة النارية، قطعة حديد لها من ضغط الشغل يعمل ترفيه، جو ترفيهي لنفسه. طبعا هذه أكثر من شخص، كل شخص له طرف أو له جنب، يعني ما الدراجة، ما الدراجة مع عجلتين، هذا رسم الدراجة مع عجلتين. طبعا كل قسم بالدراجة تقديريا يعني مقدار 10 سنتي إلى شخص مختص ومعين يعمل بهذا القسم، ليس إنه شخص واحد يعمل الدراجة. أنا تختربط الأفكار، تصير طيارة بعدين، ما تصير دراجة. فضول يعني، كذا بدي اروح اتفرج معهم كيف طريقة الشغل وطريقة العمل. طبعا المنظر هنا لما تطلع الدراجة منظر ثاني.